خلينا نروح للاخبار الحلوه النهارده. وانا اخر مره النهارده كام؟ النهارده 1/8؟ النهارده 1/8 شهر. انا هنا بقول لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي او الاعضاء الراغبين في الدخول لعائله الاهلي، عايز تنضم لعائله الاهلي، صدقني الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده انا بقوله يعني، وما ينفعش ان انا اقوله على الهواء، ولكن انا بقوله عشان انا بحب جمهور الاهلي. 1/9 مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس ومقرات النادي الاهلي المختلفه، الفيز هيتغير، او الفلوس اللي بتدفع للاشتراك في النادي الاهلي هتتغير، تتغير لرقم اكبر. فعشان خاطري اللي عايز يروح، انا هنا على فكرة الحمد لله الامور شغالة بشكل جيد جدا، ولكن انا كل اللي يهمني ايه؟ ان انا اشوف كل جمهور الاهلي بيستمتع بالصرح الرائع اللي موجود في مقر النادي الاهلي، او في مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس، في كل مقرات النادي الاهلي، ولكن انا هنا تحديدا بتكلم عن التجمع الخامس. انا عايزك تروح وتستمتع وتتبسط. المبلغ اللي هتدفعه دلوقتي صدقني كمان شهر مش هتلاقيه، كمان شهر ساعتها هتقولوا لي يا اسلام، وهتلاقي 100 واحد بيكلمني يا اسلام والنبي عشان خاطر يقول لي نتكلم فلان. مفيش الكلام ده، لان ده بيبقى قرار مجلس اداره ما يتغيرش، ولوائح وكلام من ده. فيا جماعه انا بقول لكم اهو وبطلع بره، يعني من المفترض ان انا اتكلم مع النادي اقول لهم بعد اذنكم ان انا هطلع اقول هذا الكلام، ولكن انا اهو بقول لجمهور النادي الاهلي الراغب في ان يكون متواجد في عائله الاهلي، مقرات النادي الاهلي المختلفه، مقر التجمع الخامس زي ما حضرتك شايف اهو، المقر ده بتمنه دلوقتي، بتمنه دلوقتي انا دافع، مش انا، النادي الاهلي يعني، وده قليل جدا بالنسبه للجمهور، ولكن انا محتاج الفلوس دي ترجع تاني. المليار ونص، مليار ونص، مليار ونص في 80% من 50 فدان، عشان خاطر راحت جمهور الاهلي وعائله الاهلي. فانا بقول لحضراتكم وانا هنا بعتذر للنادي، يا جماعه انا يوم 1/9 الامور هتتغير، محدش يكلمني بقى قبل بعد يوم 1/9 يقول اسلام والنبي كلم فلان، ولا مفيش الكلام ده، دي لائحه. انا معرفش الارقام، ولكن الارقام انا متخيل ان هي هتروح لارقام اكتر بكتير من كده، من اللي موجوده دلوقتي. فعشان كده المقرات موجوده بجمالها، بحلاوتها، ببهائها، كل مقر وله جماله، كل مقر وله رونقه، كل مقر في مقرات النادي الاهلي وله حدثته وله حلاوته. مقر التجمع الخامس انا رحت، ايه يا جماعه الحلاوه دي؟ النهارده كولر كان بيزور فرع النادي الاهلي في القاهره الجديده في حضور كابتن خطيب. يعني انا اتكلمت النهارده مع دكتور خير، قال لي يا اسلام الناس مبهوره باللي شايفينه هناك. مارسيل كولر المدير الفني زي ما حضراتكم شايفين، العميد احمد النحاس برضو متواجد اهو، اللي هو لابس جاكيت كحلي، مدير العام النادي. الجميع كان حريص ان هو يشوف، والكلام اللي بيتقال لي ان الراجل كان مبهور، الراجل ده سويسري، سويسرا من احلى او من اجمل بلاد العالم. فتخيل ان يجي لك طاقم منهم واحد من سويسرا وبيتكلم على هذا المقر بهذا الجمال. يعني بيقولوا لي ما معناه، يعني ان الراجل كان مبهور، رافع فاتح بقه، مش يعني مش مصدق الحلاوه دي. فانا صعبان عليا والله ان انت النهارده ادفع جنيه، بكره او يوم 1/9 اروح ادفع 2 جنيه مثلا يعني. فعشان كده انا بقول لحضراتكم الصور اللي امامكم دي، يعني الجهاز الفني حضراتكم مش متخيلين والله كانوا عاملين ازاي النهارده. النهارده كابتن خطيب وقف معاهم، وكل شويه يعني انا بتكلم برضو مع العميد احمد النحاس مدير الفرع، خدهم في جوله تفقديه لمنشات النادي والملاعب والمقرات الاداريه، قال لي اسلام الناس مبهوره، يعني قال لي بجد، لانه هذا المقر يملك ملاعب رياضية وإمكانات خدمية ووسائل ترفيه كبيرة جدا.
انا عارف انا بقول لحضرتك ايه. مارسيل كولر اصبح جزء من عائله النادي الاهلي، انا عايز حضراتكم كمان تبقوا جزء من عائله النادي الاهلي. لانه خد بال حضرتك عائله النادي الاهلي احنا 80 90 مليون، احنا كلنا عائله، ولكن انا عايز اكبر عدد من الاهلاويه يستمتع بهذا المقر، يستمتع بهذه الحاجات اللي موجوده، امكانيات على اعلى مستوى. وبالنسبه لكولر حابب يفكرني بجوزيه واندماجه مع النادي وجمهور النادي وحرصه على كل التفاصيل، وان هو بيزور المقر وفي التجمع مش مجرد شيء روتيني.